Bonjour, je pourrais avoir un café, s'il vous plaît. Un café au lait. Alors, bon, café au lait, crème ou latte ? Crème. Plus de lait ou plus de café ? Voilà, plus du lait. Plus de lait, du coup, un latte. Ok, ça marche. Latte, les deux. Non, les deux. Latte. Ici. Je vais directement à mon collègue. Ok, ça marche. Ah, vous pouvez laisser un temps de réglage. Ouais. Et du coup, ça fait 3,40. Voilà. Merci. Il n'y a pas de souci. Je vous le mets là. Merci. Et voici les 60. Merci. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Le quoi ? Rhum pour un baba ? Ok. Mouchkila. سمحوا لي يا اخوتي، صباح الخير عليكم. بعداك صبحتوا لاباس عليكم الدنيا هانيه. اتمنى ان شاء الله تكونوا في احسن الظروف. اخوتي سمحوا لي راني نسحبني السيرفور غادي يجي، ولكن هو ما جاش. انا اللي خصني نمشي لعندو، حيت هادي دابا 12 والناس كيتغداو في الريستورون داكشي كامل، ولي سيرفور ما عندهمش الوقت يخرجوا على برا ويعرفوا يعني لي دوموند داكشي كامل. المهم ما عليناش خوتي، جيت نهضر لكم شويه على قناتي الرسميه اللي هي حب حياتي. هاد الايامات هادي ما كنحط فيها والو، يعني لا لايفات ولا فيديو ولا ستوري ولا حتى شيء. علاش؟ هو ان واحد جوج الاشخاص صيفطوا لي جوج الانذارات، وقناتي الرسميه حب حياتي هي في خطر. وهذا اللي صيفط لي الانذار الاول هو في امريكا، ومعروف ومشهور، والناس كيعرفوه بزاف. الناس كيعرفوه بزاف. وتقريبا شي 4 سنين هادي ولا 5 سنين وانا مشتركه عنده في القناه ديالو. وهاد الايامات الاخر حطيت واحد الفيديو نتاعو فاش كان سيدي عدي حطيت واحد الفيديو نتاعو وشافو، دار ليا انذار. هذا مكان. والانذار الثاني هو واحد صحفي كاين في سيدي عدي حتى هويا، مشاركة في قناته تقريبا شي عامين هادي،
وانت هو حطت لي الفيديو نتاعو في نفس الوقت نتاع هذاك اللي في امريكا. حطت لي الفيديو نتاعو فاش كان سيدي عندي، حطت لي الفيديو نتاع الصحفي الاخر، وبجوجهم ضربوهم ليا في مره واحده. وهذا هو المشكل اللي عندي في قناتي. دابا كنتسنى واحد السيمانه تدوز ونشوف اش غيديروا معايا في اليوتيوب، ونشوف اش غيديروا معايا، لان القناه نتاعتي محبوسه هاد الايامات في المراقبه، وما نقدر نحط فيها حتى شيء، لا لايف ولا فيديو ولا ستوري ولا حتى شيء. المهم ما عليناش، القناه كتبقى غا قناتي، ما كيهمنيش انا في القناه، قسما بالله ما كيهمنيش فيها والو. زايد من مفعلة ما والو، وصغيرة يعني، ما معروفاش عند بزاف الناس كتار، يعني عند القليل معروفة. يعني قناتي الناس قلال اللي عارفينها ومشتركين فيها وداكشي كاملو، لان قناتي مازال ما دارش حتى جناح ما دارتهمش، ولكن ما كيهمش. الحاجه الوحيده اللي هي ضرتني في خاطري، علاش حنا المغاربه ما كنتساعدوش بعضياتنا وما كنتفهموش بعضياتنا، وفي قلبنا الحقد، وفي قلبنا البغض، وفي قلبنا الكره، وما كنتحبوش بعضياتنا. هذا هو اللي ضرني في خاطري، قسما بالله هذا الشيء اللي ضرني في خاطري. اما لحتت واحد الفيديو نتاعت واحد الانسان، هذاك الانسان كان عليه صيفط لي كومونتير في ذاك الفيديو ديالو اللي حطيت، يقول لي يا فوالا هذا الفيديو خصك تحيديه من هنا ومن هنا، راه من هنا ومن هنا، وانا غنحيدو بلا ما يصيفط لا انذار لا يديك لا يخليك. ولكن المغاربه الله يحسن العوان وصافي، حنا هكاك دايرين وصلتو على النبي. ما كنبغيوش يعني ما كنبغيوش الخير ببعضياتنا، وما كنبغيوش يعني في المساعده بعضياتنا. كلشي كيضرب على جيبو، كلشي كيضرب على مصلحته، وهادشي يبقى فيا الحال. انا صافي، من القناه راه تمشي قناه وتجي قناه، صافي. انا هادي راه عندي فيها المشكل، في قناه حب حياتي راه عندي فيها المشكل، واني حليت واحده اخرى وصلت عند بها. هادشي اللي كانت تمشي قناه تجي قناه، هاو بلا الواحد ما يصدع راسو ولا يهبل راسو. حنا المغاربه هكاك دايرين وسطاتو. عندي ما عندي ما نقول في هادشي، ما كايناش المساعده، ما كايناش المفاهمه. الله يحسن العوان لكل واحد وصافي، الله يحسن العوان. انا ما كان فكرتوني انا ما كان عاممش، كاينين واحد كاينين شي مغاربه اليوم كيبغيو الخير بعضياتهم، ماشي زعما كلهم، كاينين الناس اللي كيبغيو الخير بعضياتهم وكيتفاهموا بعضياتهم وكيتساعدوا بعضياتهم، ولكن كاينه واحد الفئه اخرى، هذيك ما يعني هذيك كتشوف على المصلحيه ديالها وكتشوف على جيبها وكتشوف على الشغل ديالها. دابا المغرب مفروق على جوج، النص فيه الناس كيديروا النص، كاينين شي ناس كيديروا فيه الخير، وواحد النص الاخر كاين واحد الفئه كتبغي غير الشر وكتبغي غير في قلبها غير الحقد والبغض والكراهيه، وهادشي اللي كاين فيهم. انا بصراحه والله العظيم قناتي صغيره، ما دارش جناح وما مفعله ما والو، انا غير كنلعب فيها وكنضحك فيها، ومره مره كنحط فيها لايفات، ومره مره كنحط فيها الفيديوهات. ملي كتكون عندي الوقت، ملي ما تيكون عندي ما يدار واش كيفاش نحط، مي زعما نبقى فيها 24 انا ما كنبقاش فيها، كندخل ليها ملي كتكون عندي الوقت وتيكون عندي ما يدار صافي. هادشي علاش كندخل ليها انا، مي يعني باش نبقى يعني مهتمه بها ونحتفظ عليها وتبقى فيا ونبكي عليها ونتفقس عليها وداكشي كاملو، ما منوش قسما بالله ما منوش. المهم راه باقي لي غير واحد الانذار اخر الثالث، والقناه توداني وموقفين، واليوتيوب موقف عليا، ما عنديش الحق نحط فيها والو، واني كنتسنى وصافي. راني حليت واحده اخرى، واني كنلعب فيها، واني كنحط فيها الفيديوهات والصلاه على النبي. خ
اخوتي شافوا الجبال اللي كاينين لهي نضب بين الجبال نضب بين انا اليوم راني خرجت جيت الكارفور باش نتقدا و جيت الكارفور باش نتقدا و نحوسكم معايا وندوركم معايا واللي ليها ليها والعطيه والله يعني قعدت في قهيوة نشرب قهيوتي هادشي اخوتي اللي غادي نقول لكم في هاد الساعة هادي وحنا المغاربة الله يهدينا والله يحفظنا والصلاة على النبي الله يعاون كل واحد ويسهل على كل واحد وربي ان شاء الله يوقف مع كل واحد وكنطلب من ربي ان شاء الله وبحول الله يحيد الحقد والكراهية والبعد اللي كاين في بعض الناس المغاربة في قلوبهم كنتمنى نصد ربي ان شاء الله يجي من جهتهم ويغفر لهم ذنوبهم ويوقف معاهم واش اللي غادي نقول انا ما غادي نسب حد ما غادي نعير حد انا ما ماشي يعني طبيعتي انا ماشي دايره هكاك انا عندي كيفاش يقولوا لي طيب ولا تحرق صافي طيب ولا تحرق اللي جات من عند ربي قابلها وصلاتو عندي انا هكا دايره في الحياه انا هكا دايره في الحياه يعني ما كنتسمم ما كنتغضب ما والو اللي جاتنا عند ربي مرحبا بها والصلاة على النبي والحياة طويلة واللي ما ربح اليوم وربح غدا واللي ربح غدا غادي يخسر بغد ليه والدنيا راه هي هادي الدنيا راه سيناريو وحنا اللي عايشين فيها راه افلام كنديروا الافلام بعضياتنا الدنيا هي سيناريو وحنا هما الممثلين كل واحد عنده الدور ديالو في هاد الحياه الدنيا راه سيناريو وحنا اللي عايشين فيها راه ممثلين وكل واحد عنده الدور ديالو يلعب به كيما بغى والصلاه على النبي والحمد لله على كل حال والحمد لله على كل شيء ايه الله عام مشوا من قدامي هادو دابا نقدر نصور قدامي ولا دابا غادي ندخل الكارفور نمشي نتقدى شي حوايج ونمشي لداري ندير شغلاتي بداري ونطيب عشايا العشيه انا عندي واحد طبيعه فيها واحد طبيعه انا كنطيب عشايا في لابخميدي في النهار الاخر كنطيب عشايا باش في الليل نكون مرتاحه والله باش في الليل نكون مرتاحه ما يصدعني حد ما يديرونجيني حد هذيك فيا عاده هذيك كنطيبو في لابخميدي وكنخلي وفي العشيه يلا كنسخنو وكناكلو صافي هذي فيا عاده هذي ما نعرفش علاه وانا نقول لكم فيا واحد طبيعه غنعرفكم بيا اليوم ولكن غاش نطول قريبة 15 دقيقه وغادي نحبس الفيديو انا راه واحد الانسان يعني وحدانيه يعني ما عندي لا صاحبه ولا صاحب وما كنخرج ما والو يعني فاش كنخرج كنمشي غنقضي شغلاتي وكنرجع لداري داري عزيزه عليا بزاف على الزنقه والله مني كنخرج الزنقه كيبطع ليا غير حتى ندخل لداري ولكن عندي مضرورة يعني نخرج مضرورة لو ما كانش مضرورة يعني ما نخرجش نبقى في داري خوتي هادشي غادي نقول لكم في هاد الساعة هادي ساعة مبروكة وتبقاو على خير ونهاركم مبروك وبون ويكاند وتبقاو على خير وربي ان شاء الله يسهل على كل واحد وربي يوقف مع كل واحد وتهلاو فراسكم
وبالسلامة عليكم، باي باي.